طبعا مشاهدينا بعد هذه الفقرة الجميلة اللي تعرفنا فيها على مضمون كتاب الدكتورة فاطمة مستمرين معاكم في فقراتنا المتنوعة في صباح الشرقية، والحين بننتقل معاكم بنسير للمدرب يونس موسى اللي بيعرفنا اليوم على تمارين عضلة الصدر الأمامية، خلونا نتابعه. صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وياكم المدرب يونس موسى في برنامج صباح الشرقية. إن شاء الله اليوم بنصور تمارين لعضلة الصدر باستخدام الجهاز اللي موجود عندكم هني. هذا الجهاز تقدر تلعب فيه كذا زاوية، يعني مثلا أنت غيرت الصالة اللي أنت قاعد تتمرن فيها، تروح صالة ثانية ما تحصل أجهزة كثيرة فتشوف هالجهاز، فهالجهاز تقدر فيه تلعب فيه ثلاث زوايا. بنلعب أول زاوية اللي هي الصدر العلوي باستخدام هذا الجهاز، وتشوف هذا الجهاز هني تقدر ترتب كيف ما تبغى اعلى واسفل. فالحين عسبة نلعب العضله العلويه لازم ننزل الجهاز لتحت عسبة تكون الحديده موازيه للصدر العلوي. الحين ضبطنا الجهاز، نضبطه نشوف، لا بعد لازم ينزل شوي. هني نشوف ان الجهاز الحديده واصلة للعضلة العلوية، فهني تقدر تلعبه بهالطريقة. تشوف الوزن شوي وتدفع بهالطريقة، تلعبه 15 عدة في 4 جلسات. وفي هذا الجهاز ما ترفع وايد كوعك لفوق، إذا رفعت كوعك لفوق بتشغل عضلة الأكتاف فتخليه متوازية مع الصدر. حاول تركز على العضلة العلوية وتشد على الصدر للأمام بهالطريقة. خلصنا الحين العضلة العلوية، الحين بننزل للعضلة المستوية، عضلة الوسط للصدر. بننزل شوي الكرسي تحت، ولا ما ننزل، نرفع شوي فوق. تشوف وين؟ في نص الصدر، وتلعب نفس الشيء 15 عدة في 4 جلسات. ولا تنسى الكوع لازم يكون تحت، إذا كان فوق بتشغل عضلة الأكتاف مع الصدر. خلصنا التمرين الثاني، الحين بنروح للتمرين الثالث. التمرين الثالث بيكون هو حق العضلة السفلية للصدر. هني لازم نرفع الكرسي لفوق أكثر. بعد شوي. هني تشوف أن الحديدة موازية مع عضلة الصدر السفلية. فنفس الشيء تلعب بهالطريقة وتشد على العضلة السفلية للصدر. بنلعب 15 عدة في 3 جلسات. رجع ايدك حسب تسوي اطالة كثر ما تقدر حق عضلة الصدر. نكون خلصنا 3 تمارين لعضلة الصدر، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالتمرين، والله يحفظكم.
تابعنا معكم مشاهدينا في هذا التقرير المدرب يونس موسى. اليوم عرفنا على تمارين عضلة الصدر الأمامية، يعني كل الشكر والتقدير له، دائما يعلمنا على هذه التمارين بالشكل يعني بالتفصيل، حتى أنكم تأدون هذه التمارين بالشكل الصحيح وتحصلون أيضا على النتائج بشكل سريع. والحين مشاهدينا راح ننتقل معكم إلى موضوع آخر. مع تقدم الوسائل والتقنيات في وقتنا الحالي، أصبحت العديد من الآليات الروتينية في الحياة متطورة، ومن ضمنها التسوق، إذ أصبح في الفترة الأخيرة عبر نافذة إلكترونية مصغرة. خلونا نتابع مشاهدينا التفاصيل عن هذا الموضوع في التقرير التالي. التسوق عبر الإنترنت هو وجود مخزن من الممكن شراء كل شيء منه بسهولة من خلال جهاز الحاسوب أو الهاتف المحمول، وغالبا يوفر أفضل أنواع المنتجات للمستهلكين. إن التسوق عبر الإنترنت يعد من المفاهيم الحديثة نسبيا، فمن المحتمل أن تساور المتسوق مخاوف حول تعرضه للاحتيال أو السرقة، كما أنه قد ينسى أي معلومات حول الحساب الإلكتروني الخاص بالشراء مثل كلمة المرور، وأيضا قد لا يثق بأن معلوماته الشخصية ستكون بأمان مع التجار عبر شبكة الإنترنت. لذلك يتعامل الكثير من الأفراد مع فكرة التسوق عبر الإنترنت بحذر شديد، وهو من الأمور التي يلزم توفرها في هذا النوع من التسوق، لأنه يساهم في حماية الأفراد من أي عمليات النصب الإلكتروني. يقدم التسوق عبر الإنترنت فوائد كثيرة بالنسبة إلى الزبائن، ومن أهمها التعرف على آراء الآخرين، إذ يساهم في مساعدة الزبائن في اختيار المنتجات التي يفكرون بشرائها من خلال التعرف على آراء غيرهم حولها وتقييمهم لها، ويساعد ذلك الزبائن في معرفة تفاصيل أكثر حول طبيعة المنتجات. ما زلنا مشاهدينا في نفس النطاق نتكلم عن التطور والتكنولوجيا والعالم الرقمي، وراح ننتقل الحين إلى نظام التحصيل اللي يعتبر الإنجاز الأول من نوعه على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى تسهيل عمليات الدفع في إنجاز المعاملات الحكومية والمعاملات الخاصة بطريقة سهلة وأيضا آمنة. خلونا مشاهدينا نتعرف على هذا النظام مع ضيفتنا اليوم الأستاذة هدى حسن الياسي، مدير إدارة النظام المالي في الإدارة المالية المركزية. صبحك الله بالخير، يا مرحبا بك معنا أستاذة هدى. صبحك الله بالنور والسلام. يا هلا فيك. الله يسلمك. طبعا مثل ما قلنا للمشاهدين، نحن اليوم بنتكلم عن التحصيل الذكي اللي يعتبر الأول من نوعه بالدولة، واللي صار له من 2017 لهذا السنة مستمرين فيه، وأيضا دائما تستحدثون في بعض الأنظمة الجديدة، فحابين نعرف المشاهدين عن فكرة التحصيل الذكي. نظام الإيصال الذكي طبعا هو بوابة الدفع المعتمدة في حكومة الشارجة، يمكن من 2006 نحن اعتمدناه في المجلس التنفيذي. هي البوابة الرسمية اللي نحن طبعا بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية. يمكن في بداية المشروع كانت هاي البوابة محصورة فقط على الجهات الحكومية، وطبعا نحن نتيجة التوسع اللي صاير في الفترة الأخيرة والإجراءات الاحترازية اللي صارت، طبعا صار في إقبال شديد على أن يكون هناك بوابة رقمية قوية. ولله الحمد طبعا نظام الإيصال الذكي التحصيل من خلال السنوات اللي طافت، وحتى في خطتنا الاستراتيجية في إدارة المالية في توسع كبير. النظام هذا طبعا حاز على عدة جوائز على مستوى الوطن العربي، حاز على جائزة عالمية بأفضل بوابة على في العالم، هي نعم، في 2019 في جائزة ستيفي أورد. يمكن في 2006 او 2007 كان النظام ممكن محصور في 5 جهات حكوميه. لو جينا الحين نتطرق في الوقت الحالي، صار عندنا اكثر من 2 مليون متعامل، صار نعم، وصار عندنا اكثر من 33 جهه حكوميه، 5 جهات خاصه وشبه حكوميه، بالاضافه الى طبعا جهات اتحاديه مثل وزارات ماليه وغيرها.
يعني اللي اقدر اقول ان بوابه التحصيل في الوقت الراهن طبعا صار حاجه ملحه لجميع الفئات في اماره الشارقه. يمكن نحن ضمن خطتنا وضمن التوسع اللي نسعى له طبعا في منظومه الحكومه اننا دائما نوفر بوابه رقميه مؤسسه وفق طبعا افضل معايير الامان والتفاصيل هذه كلها طبعا متعاملين في حكومه الشارقه. جميل. يعني مثل ما ذكرت استاذه هدى ان من 2006 او 2007 كنتوا تخططون ل يعني هذه البوابه وما شاء الله توسعتوا في السنوات السابقه من 6 دوائر حكوميه الى ملايين من الدوائر الحكوميه والمنشات والوزارات الخاصه، فخبرينا اكيد كانت تواجهكم بعض الصعوبات في انكم يعني تلمون هذه الدوائر الحكوميه كلها في نظام واحد، فخبرينا عن الاليه اللي تمشي عليها هذه المنظومة. طبعا احنا واجهنا في بداية مشروعنا يمكن في ذاك الفترة في يعني قبل 2010 خلينا نكون يعني اذا حددنا التاريخ بالضبط، كان في صعوبة يعني كانت في جهات يعني تخاف انها مثلا هي تخاطر وتجرب ان يعني تربط مع نظام تحصيل، لكن بعد ما يعني الحمد لله رب العالمين احنا في حكومة الشارقة بعد هاي الانجازات وبعد طبعا احنا قمنا كل ما نطلع بانجاز قمنا ننشره في وسائل التواصل الاجتماعي في الاخبار وفي قنوات طبعا والتلفزيون الشارقة ما شاء الله من السباقين في تبني الاعلان عن المنجزات اللي تقوم فيها إدارة المالية. صار هنا حين حاجة ملحة وخاصة في ظل الجائحة. يعني قبل كنا نقول للدوائر تعالوا خذوا هذا نظامنا، الحين الدوائر هي اللي هم اللي يسألون هم اللي يسألون وهم يطرشون رسائل رسمية إذا في مجال نربط. يعني حتى الموضوع يعني تعدى الدوائر الحكومية، نحن في الوقت الراهن مراكز تسهيل يعني على منتشر طبعا في إمارة الشارقة في كل المناطق سواء حتى في المنطقة الشرقية صار في تواصل، قالوا يا جماعة نحن نبغى نوفر خدمات تحصيل، نبغى نوفر خدمات الشحن، دفع المعاملات، يعني صارت سهلتوا عليهم الكثير من المعاملات وخاصة النظام التحصيل في عنده تنوع في قنوات الدفع في وسائل الدفع، في طبعا ما في أي كاش، فبالتالي هو يأمن على الجهات الحكومية مسألة نقل الأموال أو في خطورة في موضوع طبعا الأمور اللي هي النقدية إذا كانت في الجهة. جميل. ذكرت استاذة هدى ان يعني توسعتوا بالفترة الأخيرة وقمتوا يعني تشاركون بعض المراكز الخدمية مثل تسهيل وغيرها من المراكز، سهلتوا عليهم الكثير من المعاملات. أيضا في الفترة الأخيرة كان في ربط ما بينكم ما بين المحافظ العالمية، فخبرينا عن هذا الربط وخبرينا كيف تسهلت الآلية أيضا بشكل يعني أكبر. خليني قبل ما أتكلم عن مشروع ربط مع المحافظ العالمية أحب أوضح لك وللسادة المشاهدين يعني تفعيل المحافظ نحن فعلناه، يعني احنا في بداية 2017 فعلنا المحافظ العالمية على الأجهزة اللي هي أجهزة الدفع اللي كانت موجودة مثلا أنت عارفة في المحلات التجارية وفي كونترات وصناديق الجهات الحكومية سواء كان جهاز دفع اللي هو POS والأمبوس الدفع الذكي اللي هو المتحرك، وهي كان يعني اللي سويناه ودشناه ومن خلال طبعا قناتكم اللي راح نعلن واعلنا ان نحن كدائره ماليه كنا اول جهه في دوله الامارات ربطنا مع المحافظ العالميه طبعا بالتعاون مع بنك المشرق. الموضوع هنا غير، يمكن الناس تستغرب ان المحافظ العالميه موجوده بس شو اللي تميزت فيه اداره الماليه؟ نحن تميزنا عزيزتي ان نحن المحافظ هاي اصبحت متاحه على التطبيق الذكي بالضبط. اصبح متاح على الشبكه العنكبوتيه، انت يعني انت كمتعامل واي متعامل في حكومه الشارقه ممكن يدخل من خلال الايباد من خلال حاسب الي من موبايله على التطبيق تحصيل ويدفع معاملته بكل يسر. ليش؟ لان نحن كدائره ماليه ومع بنك المشرق ربطنا هذا النظام مباشره مع هاي المحافظ العالميه، يعني صار في كونكشن بيننا. يمكن ما يخفيك ان نحن تقريبا ما يقارب السنه او اكثر في اجتماعات تقنيه وفي تجارب مع المحافظ هذه، طبعا احنا ايضا اخذنا استشارات من شركه ماستر وشركه فيزا، يعني كان في شغل كبير على هذا المجهود لين الحمد لله وصلنا اللي وصلنا له اليوم واللي اعلنا عنه بحيث ان حتى اتبعنا القوانين والسياسات العالميه في مساله الدفع بالمحافظ هذه. جميل. بنتكلم الحين عن الربط الكبير والانجاز الجديد ايضا اللي حققتوه في الدائره الماليه المركزيه واللي هو ربطكم مع المحافظ العالميه. نتكلم عن هذا الربط ونتكلم ايضا عن التسهيلات اللي قدمتوها من خلال هذا الربط. الانجاز هذا طبعا سهل على المتعاملين، يعني انا كمتعامل
ممكن وانا مثلا عندي اوريدي حساب في المحفظه اللي هي فنفترض في جوجل باي، بمجرد ما ادخل على تطبيق تحصيل وبادفع المعامله في حكومه الشارجه، طالما اني انا اوريدي عندي اكونت في جوجل باي، الهاتف الذكي من خلاله ومن خلال تطبيق تحصيل يتعرف اوتوماتيكلي ان انا عندي حساب في جوجل باي، فانا مو محتاجه اني ادخل بيانات البطاقه البنكيه واني اشوف وين البطاقه. تختصرون عليهم الوقت، اختصرنا الوقت، والجهد. ثواني معدوده انت دافع المعامله وانجزتيها. واكيد في متابعه مستمره من قبلكم، وفي اليه ايضا معينه وضعتوها حتى دائما تكون في متابعه مستمره لهذه المنظومه او لهذا النظام الذكي ما بينكم وما بين المتعاملين، فخبرينا عن المتابعه المستمره كيف تكون وعلى اي اساس تكون في متابعه مستمره؟ نحن طبعا المتابعه من الناحيه اللي هي من اداره الماليه، طبعا احنا عندنا فريق متكامل تقني في آلية التطوير، وطبعا مراجعة الموجود في السوق التقني، شو الإنجازات الموجودة على أساس أن احنا نتبناها كدائرة مالية، بالإضافة نحن عندنا فريق متكامل طبعا في مسألة الجودة وفي مسألة الإجراءات الأمنية ومتابعة طبعا الجانب الأمني، طبعا وهذا جانب مهم يعني مكمل للجانب التطوير، ففي متابعة مستمرة، بالإضافة أن احنا عندنا طبعا خطة استراتيجية اعتمدناها في إدارة المالية، وفي فريق متخصص يتابع يعني شو مدى إنجازنا. نحن طبعا أنت عارف أن في حكومة الشارجة صار في توجه كبير نحو التحول الرقمي ونحو طبعا اللي هو تبني أفضل الممارسات، صارت هناك حاجة ملحة أن نحن نراجع ونشوف وين وضعنا، يعني احنا نشوف وين وضعنا في سوق التقني. نعم. مقارنة طبعا أنت عارفة بالإمارات الأخرى. جميل، يعني ما شاء الله حريصين وشغالين على مدار السنة وعندكم متابعة مستمرة، فأكيد التمستوا رضا المتعاملين في أنكم تقدمون لهم هذه التسهيلات في الكثير من المعاملات، فخبرينا كيف شفتوا رضا المتعاملين عن هذه المنظومة والخدمة الجديدة؟ طبعا نحن بشكل عام صار في تنوع مثل ما طبعا تفضلت في بداية اللقاء، أن قنوات الدفع صارت متاحة، حاليا نظام تحصيل نقدر نحصله في مراكز تجارية، أصبح في توسع في الحصول على، يعني حتى المتعامل وهو في بيته يقدر من خلال التطبيق يخلص كل معاملاته يقدر يشحن. طبعا احنا يمكن ربطنا حتى مع مصرف المركزي في موضوع الخصم المباشر كان في نهاية 2019، هذا أيضا سهل على المتعاملين مع 11 بنك طبعا تقريبا بينهم يشحنون حساباتهم وهم في مكانهم، يعني صار في شراكات. طبعا احنا يمكن ما يغيب عن المشاهدين ان احنا عندنا طبعا مع مصارف وشركات صرافه ومراكز تسهيل، صار الامور متنوعه اكثر، يعني هذا بشكل عام. طبعا احنا تعرفين المتعامل في النهايه يحب انه يدور الشيء السهل اللي ياخذ منه وقت، ويمكن في تجربتنا مع الربط مع المحافظ العالميه، طبعا احنا اول جهه يعني تشجعت من اعلنا قال تعالوا يا اداره الماليه لو سمحتوا نحن نبغى هذا الانجاز، فمن طبعا هم فعلوه عندهم في تطبيقهم الخاص، طبعا هي رافد منشكورين في اللي هم رافد لحلول المركبات، يانا الفيدباك قالوا لنا والله سهلتوا علينا، صار دفع المخالفه بثواني، يعني قبل ادور بطاقتي وين وادخل بيانات البنك، حاليا نحن طبعا اخذنا يعني كل المميزات الموجوده في المحافظ فعلناها عنا. يعني الحلو في هالمشروع عزيزتي ان نحن بكره اذا الشركات الثلاثه هاي اضافت خصائص جديده على المحافظ هاي بشكل تلقائي طبعا بينعكس عنا، فهذا طبعا اكيد راح يرفع رضا المتعامل. على طاري الاضافات استاذه هدى، يعني نحن نعرف ان انتم ما شاء الله في الاداره الماليه المركزيه في حكومه الشارقه واماره الشارقه ما شاء الله يعني دائما تبهرونا بانجازاتكم ودائما تبهرونا بالتطبيقات الذكيه اللي دائما تدشونها من فتره الى فتره اخرى، فخبرينا عن الجديد، خبرينا عن الخطط المستقبليه، اكيد في ايضا تطبيق راح تعلنون عنه في القريب، يعني فخبرينا عن شو جديدكم والخطط المستقبليه. طبعا هذا الموضوع حصري لكم، نحن شغالين ايضا مع بنك المشرق وبنطرح جهاز دفع بنكي، وان شاء الله باذن الله تعالى بنكون كذلك، يعني هذا الانجاز كذلك نوعي بيكون الاول ان شاء الله في دوله الامارات، وطبعا هناك سلسله
وخطط مشاريع كبيرة، وعندنا خطة في التوسيع طبعا والتوسع في شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة وأيضا المصارف وغيرها. فالخطة ما شاء الله يعني مستمرة بإذن الله تعالى. الله يوفقكم، نحن صراحة فخورين فيكم وفخورين بكل إنجازاتكم اللي تبهرونا فيها واللي أيضا تسهلون فيها الكثير من المعاملات على الدوائر الحكومية وأيضا على كل الأشخاص في هذا المجتمع. فكل الشكر والتقدير لك الأستاذة هدى حسين على هذا الحضور المميز، والله يوفقكم إن شاء الله في كل مشاريعكم وتطبيقاتكم القادمة. شكرا لك. العفو، شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. طبعا مشاهدينا بعد ما تعرفنا على بعض الأمور الخاصة بالإدارة المالية في حكومة الشارقة، ننتقل معاكم إلى مدينة جبل حصن والتي تعتبر من المدن الساحلية الجميلة، إذ تتميز بموقعها الساحلي المميز إضافة إلى بعض المشاريع المميزة التي تحتضنها. خلونا نتابع هذا التقرير ليتكلم عن بعض الجماليات الخاصة بمدينة جبل حصن. مدينة هادئة بلمسات جميلة، مدينة تطل على ساحل خليج عمان، مدينة عرفت منذ قديم الزمان وكانت موطنا للتجار والزائرين، وما تزال تحافظ على مسماها بالمدينة الفاضلة، إنها مدينة جبل حصن. تبعا للحصن الموجود في المدينة، وصفها بالمدينة الفاضلة يعيد إلى الذاكرة أمجادها المنبثقة من التاريخ وحضورها السخي في زمن الرسالة السمحاء وامتدادها الروحية والأخلاقية والثقافية. وقد وصفت بهذا الوصف لدى زيارة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في عام 2006 ولقائه مع أهالي المدينة، حيث قال سموه: نتمنى أن تعملوا معنا للارتقاء بهذه المدينة لتصبح المدينة الفاضلة. نهضة عمرانية واتساع أفقي وخدمات وشوارع شكلت منظرا رائعا لمدينة مطلة على الساحل، وتتميز بمرافقها الخدمية التي تلبي كافة رغبات زوار المدينة وأهلها. فعند زيارة معالمها فهي تسرد قصص أصالتها وعراقة مواطني المنطقة وكرم أهلها وسماحتهم. إنها تحمل سمات الحياة العصرية ذات الطابع المتحضر مع الحفاظ على الأصالة الإسلامية الراسخة منذ القدم، وستبقى في متناول الأجيال القادمة. تابعنا معكم مشاهدينا هذه الجولة الساحلية أو السياحية الجميلة الخاصة بمدينة جبل حصن المدينة الفاضلة، وتابعنا أيضا بعض الأمور الجميلة الموجودة فيها وبعض المقومات السياحية اللي تجذب السياح ولكل أيضا زوار هذه المدينة. تابعنا معكم مشاهدينا يعني هذا المكان الجميل اللي كان يحتوي على ممشى مطاطي يشجعكم على عمل بعض الرياضات إلى جانب الألعاب والمناطق الخاصة بلعب الأطفال، وما ننسى الخضرة والأشجار الجميلة والنخيل اللي دائما تزين هذه المدينة الفاضلة. ومثل ما يقول دائما سمو الحاكم: اعملوا معنا حتى نرتقي بهذه المدينة وتصبح أيضا المدينة الفاضلة. من بعد هذا التقرير الجميل مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لختام صباحنا اليوم من صباح الشرقية. أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا من كل المواضيع وكل التقارير اللي عرضناها عليكم في هذا الصباح، وأكيد لقانا معاكم يتجدد إن شاء الله باكر في حلقة جديدة وأيضا مع مواضيع متميزة. إلى ذلك الحين مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، ومع السلامة.